كل حاجة في الدنيا هينفع نتصالح فيها، كل حاجة. احنا هنا كعرب اهم حاجة تبقى نظرتنا واحدة للأهداف الكبرى، وتيجي زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للسعودية الشقيقة. شوف، في أدوار بتتلعب ما بين عواصم القرار العربي، ولكن كل عاصمة وليها مجموعة من الأدوار بتلعبها. عاصمة تلعب أدوار معينة في إفريقيا، عاصمة تلعب أدوار معينة في شبه الجزيرة، عاصمة تلعب أدوار أخرى في وسط آسيا، عاصمة تلعب أدوار مع الأوروبيين، عاصمة تلعب أدوار مع الأمريكان، عاصمة تلعب مع أمريكا اللاتينية، عاصمة تلعب مع الهند والصين وما إلى ذلك. إيه اللي يحصل؟ اللي يحصل تكامل الأدوار ما بين مصر والمملكة العربية السعودية. تشوف ده وهو يتجسد أمامك بصورة الحقيقة شديدة الوضوح في تقارب واضح للأولويات، سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي أو حتى الرؤى التي تتبناها الدولتين الشقيقتين في الداخل، بتعتمد بشكل رئيسي على إيه؟ واحد، تهدئة وتيرة الصراعات وتصفير الخلافات والمشاكل مع العالم، توحيد المواقف تجاه كافة القضايا الدولية، الوصول لأرضية مشتركة طول الوقت. ده يحقق حالة التكامل اللي بنتكلم عليها، ده يؤدي في نهاية المطاف لخدمة العملية التنموية مش بس للبلدين ولكن لكل العرب من المحيط الأطلنطي وحتى حدود العراق، سواء على المستوى الجماعي في إطار إقليمي أو على مستوى الدواخل العربية في كل دولة على حدة. الحديث يا سادة يا كرام عن تقارب الأولويات ما بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية هو الدليل الدامغ على حالة التوافق غير المسبوق. دقق واقرأ وشوف وانت تفهم. طيب ده بيتواكب ازاي؟ بيتواكب الى حد كبير مع معطيات حقبة جديدة بيشهدها النظام العالمي. طالما تحدثنا في هذا البرنامج، طالما تحدثت الصحف العالمية وكبار محللين السياسة في الدنيا، يا جماعة النظام العالمي يعيد ترتيب نفسه من اول وجديد. الكلام ده بدأ في كورونا واستمر ثم يأتي بقوة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية. ومن هنا لازم نبقى فاهمين النظام العالمي لا هو هيبقى حاجة اسمها أحادية القطبية ولا ثنائية القطبية. النظام العالمي الجديد يقوم على تعددية قطبية. في ظل أزمات استحالة حد أيا كان حجم الدولة في المنطقة العربية ولا براها أنه يقف قدام الأزمات اللي موجودة لوحده. لازم تحصل شراكة وشراكة متينة ما بين القوى المؤثرة. عندك حالات عجز الحقيقة أصبحت واضحة من قبل كل الموروثات العالمية الكبرى القديمة، عجز حقيقي عن تحقيق أي إنجاز يذكر في هذا الإطار. كويس؟ طيب تيجي تشوف على سبيل المثال وباء كورونا مثال كشف إيه؟ كشف نواقص داخل البنية الدولية، كشف صراعات بتحصل للحصول على هذا اللقاح دون النظر إلى أي بعد إنساني في الشكل التقليدي ياه اللي كنا حافظينه بقالنا 50 سنة. كل حاجة اتغيرت، أصبح في حاجة ملحة لتحقيق أكبر قدر ممكن من الشراكة. لازم الكل يستطيع الوفاء بالتزاماته الدولية الكبرى. الكل أصبح مسؤول عن الكل. مقدمة أولوياتنا هي حفظ السلام والأمن. مقدمة أولوياتنا إن احنا نوقف هذا التهديد، تهديدات تتعلق بالسلام والأمن، مش بس علشان الصراعات اللي بتحصل دلوقتي ولا الخناقات اللي جارية دلوقتي، هو كمان لازم تحط معاها الأوبئة. الكورونا مش أول حاجة ومش آخر حاجة، المتغيرات المناخية مش أول حاجة ومش آخر حاجة. العالم بيتغير، لو فشلنا في احتواء الأزمات كل المجتمع البشري هتبقى حالته أسوأ من السوء في حد ذاته. طيب خلينا نحاول نفهم أكتر عن دلالات هذه الزيارة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمملكة العربية السعودية. الدلالة بقى على مستوى التوقيت،
خد بالك، والمتغيرات اللي بتجرى حوالينا في العالم. معانا على التليفون أستاذة ماري ماهر، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك يا أستاذ يوسف، أهلا بالسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. احنا عايزين نفهم أكتر على دلالات هذه الزيارة من حيث التوقيت من ناحية، ومن حيث ما يدور حولنا في العالم من ناحية أخرى، وأيضا متغيرات على المستوى الإقليمي، وأيضا القوى المجاورة لنا إقليميا. تمام. في البداية بس أنا بحب أوضح أن دي الزيارة رقم 15 للرئيس السيسي للسعودية منذ توليه الحكم في 2014. ده بيعكس حجم المصالح والتنسيق الكبير بين البلدين، وبيظهر قوة ومتانة العلاقات وحرص قادة البلدين باستمرار على تجديدها. بالانتقال بقى لسياق الزيارة وأهميتها، فهنلاقي إنها بترجع لعاملين. العامل الأول هو السياق الدولي والإقليمي اللي هي جاية فيه، والعامل الثاني هو تخصصية العلاقات الثنائية بين البلدين. بالنسبة للسياق الدولي والإقليمي، فهنلاقي إن هي جاية في وقت بتمر في منطقة الشرق الأوسط بكثير من التحولات. هنلاقي ان احدث مظاهرها هو الاتفاق السعودي الايراني على اعاده العلاقات الدبلوماسيه بين البلدين، وفكره تصاعد التوجه الاقليمي نحو اعاده ادماج سوريا عربيا واستعاده موقعها في جامعه الدول العربيه. ودي ملفات بلا شك هتحمل انعكاسات على معادله التوازن الاقليمي القائمه حاليا، وبتنعكس على حاله الاستقرار في المنطقه. وده بيحتاج تنسيق مشترك ما بين مصر والسعودية، باعتبار ان البلدين بيشكلا دايما القوتين الاقليميتين في المنطقة وبيمثلا ثقة الاقليم. كمان الزيارة جاية في وقت النظام الدولي بيمر بيه تحولات مرتبطة بشكل كبير بنتائج الحرب الروسية الاوكرانية، وما تطرحه من فكرة مراجعة شكل النظام الدولي والتخلي عن فكرة الأحادية القطبية والانتقال نحو نظام متعدد الأقطاب. وده بيطرح فرص أكبر للقوى المتوسطة والصغرى في النظام الدولي، وبيديها مساحات وحريات حركة أكبر، بس ده بيحتاج قدر أكبر من التنسيق بينها لاستغلال الفرص دي. كمان الزيارة جاية في وقت إن في بعض الصراعات الإقليمية ما زالت مشتعلة، ما زالت قائمة، وهي بتنعكس بشكل سلبي بالطبع على منظومة الأمن القومي العربي، وبينتج عنها تهديدات وبينتج عنها تدخلات في الشأن الداخلي للدول العربية. من هنا بتيجي أهمية التنسيق ما بين مصر والسعودية، خاصة إن هما دايما بينظر ليهم باعتبارهم إن هما ثقل موازن في المنطقة العربية في مقابل محاولات الاستقطاب والتدخلات من قبل القوى الإقليمية غير العربية، وإن أدوارهم مهمة في دعم القضايا العربية وطرح دائما حلول ورؤى للصراعات القائمة. وكمان التطور العلاقة يعني تطور العلاقات المصرية السعودية بينعكس بشكل إيجابي على طرح حلول للصراعات الإقليمية، خاصة إن البلدين دايما بينطلقوا من مقاربة مشتركة تجاه الأزمات الإقليمية. المقاربة دي دايما بتقوم على فكرة التسوية السياسية للصراعات وانتهاج لغة الدبلوماسية والحوار والبعد عن التدخلات العسكرية والحلول العسكرية، باعتبارها كانت أحد العوامل اللي ساهمت في تصاعد حدة التوترات خلال المرحلة اللي فاتت. أما لو بصينا على جانب خصوصية العلاقات الثنائية بين البلدين، فهنلاقي أن التنسيق ما بينهم ضروري في ظل ما يمكن اعتبار أو أن احنا نطلق عليه وحدة استراتيجية بين البلدين بالمعنى الجغرافي والأمني. ده ناتج عن أن البلدين كل منهم بيشكل عمق استراتيجي للدولة الأخرى، وكلاهما معني بحماية إقليم الأمن الإقليمي في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، وكلاهما بيشترك في طبيعة التهديدات ومصادرها. وبالتالي العامل الجغرافي ده بيخلق باستمرار فرص متجددة للتعاون وارتقاء العلاقات الثنائية. ده من ناحية. برضو من ناحية تانية بيشكل العامل الاقتصادي عنصر مهم في العلاقات ما بين البلدين، بالنظر للتحديات الاقتصادية اللي ناتجة عن الوضع العالمي والحرب الروسية الأوكرانية وقبلها أزمة جائحة كورونا، واللي خلقت بعض الأزمات انعكست بشكل كبير على المنطقة العربية، سواء فيما يتعلق بالطاقة والحبوب وارتفاع معدلات التضخم وما إلى ذلك. ودي يعني خلت الدول العربية تدرك أهمية التنسيق فيما بينها علشان تقدر إنها تتفادى التداعيات السلبية دي، وإنها يعني تأخذ الفرص اللي بتطرحها الأزمات العالمية. طب تفتكري يا أستاذة ميري أنه زيادة حدة التوتر اللي حصل خلال الأسبوع الأخير على الجبهة الروسية الأوكرانية، وكمان حدة اللهجة ما بين الأطراف المتصارعة حول هذه القضية، هي
سبب من أسباب التعجيل بهذه الزيارة أنه كان لازم البلدين يعني أو كان لازم الرئيس يسافر المملكة أو أنه ولي العهد يجي القاهرة؟ هذا التوتر، هذه الحدة في اللهجة، وكمان الشراكات الاقتصادية والمصالحات السياسية اللي بتتعمل. هو العاملين بيخلقوا دايما فرص وتحديات بتنعكس على المنطقة. يعني هما أي توتر بيحصل أو أي تصعيد في الحرب الروسية الأوكرانية بيخلق دايما تداعيات سياسية واقتصادية غالبا بتكون سلبية على المنطقة، خاصة في ظل أن بعض الأطراف الغربية بتبقى طالبة من دول المنطقة أنها تأخذ طرف معين، في حين أن المنطقة بتسعى لإحداث توازن في علاقاتها وتبني مواقف محايدة وتخفيف الضغوطات، يعني الضغوطات الغربية عليها، وده بيتطلب شكل من أشكال التنسيق ما بين الدول. على جانب التنسيق الاقتصادي فده ضروري في ظل ان احنا شايفين دلوقتي ارتفاعات اسعار الطاقة، في ظل ارتفاع معدلات التضخم في المنطقة، في ظل ازمات الحبوب، وادراك الدول ان التكامل على مستوى اقليمي اقل من المستوى العالمي هيكون ضروري في المرحلة المقبلة، خاصة ان سلاسل او طول سلاسل الامداد العالمية ادت لظهور تلك المشكلات، وبالتالي الدول دلوقتي بدأت تبحث عن شراكات اقتصادية اكبر وتكامل اكبر على المستوى الاقليمي يفاديها الوقوع في يعني يفاديها التعرض للمخاطر مع وقوع ازمات عالمية. عظيم جدا، انا بشكرك جدا 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 استاذة ميري ماهر الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. هستأذنكم نروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام. ايه ده؟ ده الفلاحين الجامدين قوي في البلد اللي ينفعوا في المعركة مجهود. زي حامل الرد على جلال بيه، فاكره؟ اه فاكره. اه ده في توت البلد وما جاش. تعالى تعالى وريني بيته. يلا. انت هتروح فين؟ هنقبض على شوية فلاحين مجوش. مفيش وقت. خلينا ناخد دول وبعد المعركة هنحاسب كل اللي ما سلمش نفسه. أستطيع إلا أن أنا أصارحكم بسر ابتسامتي وأنا بتفرج على المشهد ده. مشهد خالد يوسف بامتياز، يعني ده خالد من الآخر يعني. وهبقى أشرح لك، بص، المجاميع مع الموسيقى مع حركة الكاميرا، الظلم، الأمير المملوكي وهو بيقود الناس وراه ويسوقهم، دخلته وبعدين دخلت يعني الأستاذ الجميل الرائع الصديق عمر زهران، تحس إن هو كان بجد عايش في وسط المماليك. آه والله، مش كده ولا يا أستاذ؟ مساء الخير يا أستاذنا. إزيك يا أستاذ؟ عامل إيه؟ الحمد لله. وحشني قد الدنيا. كل سنة وحضرتك. إيه الأخبار؟ بكل صحة وخير يا رب. عامل إيه؟ كله تمام؟ كله تمام يا أستاذنا، يعني بنحاول. لا ما تقولش كده خالص، ما تقولش كده خالص. والله أنا طب خليني والله أسألك سؤال يبدو سؤال جدلي جدا، سر التألق ما بين الإخراج وما بين التمثيل وشخصيات دايما ممتلئه بالتعقيدات، ايه السر؟ احكي لي. والله هو اعتقد يعني بفضل ربنا الحمد لله هو سر حبي الشديد جدا 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 واخلاصي لكل شيء له علاقه بالفن.
يعني أنا أعشق كل المفردات الفن بكامل عناصرها بأدواتها بكل ما فيها، بالإضافة لأنه ما انكرش طبعا أن أنا كنت محظوظ حظ كبير للغاية بالمخرجين اللي هم شافوا في حاجة وقدموني، بداية مثلا من خالد يوسف في عمر حرب، أيوه. أستاذ شريف عرفة العظيم في الممر طبعاً. محمد سامي، ومؤخرا بقى آخر العنقود المخرج المبدع والجميل محمد سلامة اللي اداني فرصة عظيمة للغاية في الكتيبة 101. والحقيقة يعني أنا مخضوض من ردود الأفعال بفضل ربنا الحمد لله. يعني طب هنا برضو دي صعوبة، يعني وانت بتقدم دور أمير مملوكي في سر الباتع ودور ضابط مصري في 101، هنا منتهى الوطنية ومنتهى الإخلاص ومنتهى الحب للتراب الوطني، والناحية التانية في سر الباتع رجل ظالم ومفتري، الفصلة دي بتجيبها ازاي؟ المسلسلين أكيد كانوا بتصوروا تقريبا في توقيت مشابه لبعضه، صح؟ ده حقيقي، ده حقيقي، ده حقيقي. ولا أخفيك سرا أني يعني أنا يعني عرض علي بعض الأدوار في رمضان السنة دي متنوعة، يمكن بسبب الكتيبة 101 أنا رفضت تقريبا 3 أعمال وكانت فيهم فرص كويسة. الكتيبة 101 أظنك يا صديقي هتفهمني، ده حالة خاصة وجدانية وطنية مصرية مزروعة جوايا. أنا عندي نقطة ضعف شديدة جدا جدا تجاه عشقي وحبي الشديد وتقديسي للجيش المصري العظيم، وأعتقد اللي يطلع على صفحتي على الفيسبوك هيجد أن عشرات البوستات كنت بطالب فيها بأشياء بيعتبروني متطرف في مشاعري وفي حبي الشديد. قلت أن أنا بحلم بأن يتحول الشعب المصري كله لكتيبة، والجيش اللي يدرس المخاطر اللي بتحاق ضد مصر والمؤامرات، وخاصة كم الفيديوهات اللي أنا اتفرجت عليها قبل ما أدي الدور، حقيقي بعترف بمنتهى الشجاعة أني كنت مقصر ولدي نظرة إلى حد ما سطحية وقاصرة عن هذه الحرب الطاحنة اللي بياخدها الجيش المصري في حدود مصر بالكامل. لاني يمكن انا عفوا يعني هتلاقي ناس كتير فكرتهم او تصورهم، وده انا قلته في احد خطبي موجوده في المسلسل. فبالفعل انا عندي ضعف شديد جدا تجاه، حتى انا لا اخفيك سرا انا محتفظ ببدله الخدمه العسكريه بتاعتي لحد دلوقتي في دولابي، هتلاقيها مكويه ومحطوطه بالباريه بتاعها اعتزازا مني بهذا شرف بهذه الايام. يعني شرف والله شرف. طب كلامك ده بقى بيخليني هنا هسالك سؤال كده، تحق المقولة ليس من سمع كمن رأى، يعني رؤية أغلبنا أو تصورات أغلبنا للحرب على الإرهاب هي رؤية محدودة جدا 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 بجانب الواقع الحقيقي اللي كان بيخوضه الجيش المصري. أنا بطالب يا صديقي من منبرك العظيم ده الوطني أنه يتم عمل مسلسلات للأطفال الصغيرين عن مخاطر الإرهاب على مصر، وأن كل هذه الأعمال يجب أن تكون يتم دمجها في مقاطع، ويتم إضافة حصة في المدارس اسمها مشاهدة، لازم الولاد الصغيرين في المدارس يا أستاذ يوسف يتفرجوا ويشوفوا الدور اللي بيقوم بيه الدور الجيش المصري العظيم في محاربة الإرهاب، لازم يفهموا، لأن دول اللي احنا هنسيب لهم البلد بكرة، دول اللي هم هيبقوا مكاننا وأماكننا، هم لازم يستوعبوا من دلوقتي. لأن بأكد مرة أخرى الفكرة قاصرة وليست واصلة كما يجب لجميع أفراد الشعب المصري عن حرب الإرهاب. طيب عمر باشا زهران، أنت بالأساس مخرج، تقول لي أطالب؟ لا يا باشا، ابدأ على طول المشروع، يعني ليه ما يبقاش مشروع عظيم زي ده برؤية عمر زهران؟ أتمنى والله العظيم يا أستاذ يوسف، لأن بالفعل أنا يعني القضية خدت بعد جوايا، ويمكن الناس متصورين كنت بمثل إطلاقا والله العظيم. أنا من أول ما لبست الأفرول وقريت السيناريو والحوار والكلام كله أنا فعلا كنت بقوله من قلبي، لأني مؤمن بالقضية إيمان لا يمكن أنك تتصوره. وبالفعل أنا تحت أمر أي جهة تطلبني إن أنا أقوم بالدور ده، لازم يتم تدريس في المدارس مادة مصورة اسمها الإرهاب، مش كلام، مش ورق وكتب، لا، فيديوهات
الولاد الصغيرين يتفرجوا عليها ويتم امتحانهم واختبارهم فيها، ده مين وده عمل ايه ودي جماعه ايه وده حصل ازاي. لازم هو ده السبيل، هو ده الطريق. صحيح، انا اتفق معاك جدا، وخليني يعني اثني واثني على كلامك وهنيك طبعا على الدورين، واقول لك وحشني قد الدنيا وعايزين نشوفك قريب، مش لازم نبقى بس بنتفرج على التلفزيون. كل الشكر، ربنا يخليك، كل شكر ليك فنانة ومخرجنا الكبير أستاذ عمر زهران. طيب تعالى، أنا اللي بشكرك، ربنا يخليك يا رب، ألف شكر. طيب تعالى بقى نروح على فنانة أثبتت نفسها الحقيقة كممثلة، مش بس كصوت جميل. يعني مي كساب هي بدأت معانا نعرفها كلنا، مي كساب مطربة، ومطربة صوت رائع وجميل وشجي وحساس ومتمكن وكل الكلام ده، إلا أنه على ما يبدو مي ده تصور وهنبقى نسألها عليه، هي لقت نفسها أكتر في التمثيل. مي واضح أن دمها خفيف بطبيعتها. أنا بتفرج على مسلسل جعفر العمدة، حلو؟ وبتفرج عليه كويس بالمناسبة. ليه بقى؟ لأن أنا زي ما بقول لك، هو أحداث المسلسل في السيدة زينب، وأنا بحب حي السيدة زينب جدا جدا من وأنا طفل صغير، وأحب ستنا السيدة زينب قوي. من ناحية تانية أنا عاجبني التركيبة كده بتاعت المسلسل على بعضها، يعني التركيبة اللي هي ما بين دراما اجتماعية وما بين كوميديا وما بين جد وما إلى ذلك. ومي الحقيقة عاملة دور فعلا حلو، ولا أظن إن في بيت واحد إلا وعجبه جدا دور مي كساب تحديدا في جعفر العمدة خلال هذا الموسم. مي معانا على التليفون، ازيك يا مي؟ ألو. أيوة. أخبارك يا مي؟ الحمد لله. أخبار حضرتك؟ أيوة. أنت إيه؟ حضرتك إيه بس، ربنا يخليكي. والله ليك وحشة كبيرة. والله والله وإنتي ربنا يخليكي. وبعدين من أيام، من زمان قوي. وغنتيني في الفرح وأكرمتيني وجملتيني. أيوة. ودلعتينا والله. الله يخليك، والله العظيم الله يخليك. شكرا قوي على كلامك الحلو. لا لا خالص، لا والله، لا شكر على واجب ولا شكر على حقيقة، علشان ده بجد. الله يخليك. وكل كوم والخدعة الكبرى اللي عملتيها كوم تاني. الحمد لله الحمد لله. ده حتة حركة. هو انا اصلا بصوا، يعني اولا انا بشكرك جدا على الكلام اللي انت قلته عليا، وعايزه اوضح لك بس نقطه مهمه عشان انت قلت هنسالها ايه رايها. احنا بس عندنا مشكله كبيره في سوق الكاسيت، حصلت بقالها كتير قوي. فكل المطربين ما بقوش يعرفوا، يعني مش لاقيين منتجين ينتجوا لهم اصلا. فانا والله من خلال برنامجك اهو، يعني انا طول الوقت بدور على المنتج الفنان اللي يتبنى المواهب ويتبنى موهبه مثلا زيي ويعتبرها مشروعه، لان احنا كلنا في الوسط ده، او هتكلم على 90% مثلا منه، كلهم اجتهادات فرديه. فاحنا بجد في حاجه لمنتج فنان يبقى عنده خطه للموهبه ويعرف يستغلها ازاي. ما هو لو كنت كملتي بقى، لو كنا لقينا المنتج الفنان من بدري كنا خسرناكي كممثلة مي في الغالب. لا والله، فهنا برضو احنا لينا مكسب. يعني انا حابة نفسي جدا ان انا ابقى الممثل، يعني حابة نفسي ابقى المطربة اللي بتمثل كويس، يعني حلو. انا حابة ده قوي قوي يعني، الحمد لله. ونرجع للمشهد اللي حضرتك كنت بتتكلم عنه، انا قبلت الدور كله عشان المشهد ده، وكنت بقول لأستاذ محمد سامي ان المشهد ده هيبقى سكسي في الشوارع وفي البيوت، مذهل. انا هبقى متأكدة ان هيجي لي رد فعل وقتها ان الناس بتسقف في البيوت، وده فعلا حصل. صح صح. لا بس انا عايز اقولك، عشان برضو انا شخص الحقيقه احب ادي الامور حجمها، مش بس المشهد ده مي، حقيقي المسلسل فعلا في مشاهد كتير ليكي حلوه ان لم تكن كلها. يعني على سبيل المثال، بعد المشهد ده انت طلعتي مع هلا صدقي بقى البيت، عارفه انت يا روى بالتعبير بتاعنا المصري، يعني قاعده عماله تنكشي فيها وتنكش فيكي لحد ما قالت لك وحشتيني يا بت. طبعا ده مشهد جميل إنساني إلى أبعد الحدود ما بين حما ومرات ابنها. هو الصراحة الورق ده في حياتي أنا ما قريتش ورق بالمعادلة الكاملة دي. الورق فيه عدل رهيب لكل الأدوار، يعني أنتوا لسه هتشوفوا تصاعد درامي لبقية الشخصيات الموجودة في المسلسل، وطول الوقت أنت الأحداث شدة وسخنة، وفي تراجيديا وفي كوميديا وفي أكشن وفي مشاهد فيها مشاعر، يعني بصراحة تسلم إيد محمد سامي على الورق ده بجد، هو مهاب طارق طبعا.
لا بصراحة المسلسل جميل، كل الناس اللي فيه فعلا حلوة، حاجة بجد يعني. أنا بصراحة مبسوط، وأنا عادة يعني أنا عارف إن أنا كل الناس عارفة عني إن أنا غلس في رد فعلي وفي آرائي وبتاع، بس أنا فعلا مبسوط. ولو شو أنت لسه بتصوروا ولا خلصتوا؟ لا لا احنا الحمد لله مخلصين من قبل رمضان. ايه ده؟ اللهم صل على النبي. احنا بادئين من شهر 10، وكمان اتاخرنا يعني، اتاخرنا لان معظمنا مرتبط بشغل تاني، فكنا طبعا بيبقى صعب تجمعنا كلنا يعني، ده ده عطلنا كمان، كان زماننا مثلا مخلصين من شهرين ولا حاجه. وانتوا كده متعطلين؟ طب تاتش وود بقى يا جماعه، ده احنا كده خلاص، ده احنا كده عدينا الفيلم. هو ده الصح، خلي بالك يا يوسف والله ده الصح. انا معاكي يعني، احنا المفروض نبتدي بدري. انا ضد تماما موضوع ان احنا نفضل نصور في رمضان وانك تخش معكش حلقات. انا في اعمال كتير اتعرضت عليا مكتوب منها حلقتين وثلاثة رفضتها ما عملتهاش، لاني ما اقدرش امضي على سمك في مية. صح، ما اقدرش. فالمسلسل كان احلى حاجة ان احنا داخلينه معانا كلنا 30 حلقة. الله اكبر، الله اكبر. والله فده اللي لازم يحصل، ده اللي لازم يحصل في سوق الدراما في مصر يعني. صح. الحاجات الغلط اللي عملناها مثلا سنين فاتت لا نبطل نعملها. مسلسلات تبقى جاهزه 30 حلقه جاهزه، نبتدي نصور من بدري كده عشان ما يحصلش الحاجات اللي احنا الضغوطات اللي احنا بنتحط فيها. والله عندك حق، انا اتذكر كان في مرحله كده المسلسلات بيتم الشغل فيها كان زمان عن طريق ايه، ورقه فيها سطرين. يعني عايز اقول لك ايه، فكره المسلسل يوسف الحسيني يقوم بدور قاتل ماجور، خلاص اشترينا، يلا بقى نبقى نكتب ان شاء الله ربنا يسهل وخلاص. لا الاسئله داخلين لحد اخر يوم في رمضان بنصور، وده كان اكبر غلط. ايوه طبعا اكبر غلط. هو انا بشوف احنا اساس شغلانتنا الورق، فاحنا لازم نهتم قوي 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 الفتره الجايه. صح. بالورق. صح. وبالافكار الجديده وباعمال تتهم الناس وتاثر في وجدانهم وفي عقولهم وفي تشكيل عقولهم وفكرهم، لازم نعمل كده. صحيح. انا اشكرك واسلم عليكي، وتحياتي الى زوجك العزيز. الله، وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. الله اكرم، وكل المشاهدين طيبين. امين يا رب. الف الف شكر ليك يا مايا، وبالتوفيق دايما. وحقيقي والله المسلسل كمان بالمناسبه مسلسل فعلا دمه خفيف، المسلسل دمه خفيف. يعني خد بالك انه انا عجبني بقى حاجه جدا في المسلسل ده، ايه؟ المسلسل مش ده المعتاد بتاع محمد رمضان. يعني محمد رمضان بيحب الاكشن وهو راجل عنده لياقه بدنيه وما الى ذلك. المسلسل ده مش معتمد على كده خالص. مسلسل لطيف، اجتماعي جدا. في صراع ما وفي كذا وبتاع والعيلتين وكل الكلام ده، بس في خفة ظل عفوية جدا أظن من الكل، رائعة جدا يعني. وبالمناسبة محمد رمضان ولادك الاتنين بقوا صحابي، بس لما أشوفك هقول لك إزاي. وبالمناسبة كمان أنت ربيت عيال كويس قوي 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 يا محمد، ما شاء الله، ربنا يخليهم لك وربنا يخليك ليهم، بس مش هقول لك السر غير لما اشوفك الاول. تعالوا بقى نروح لتقرير في اطار احتفالات الدوله بذكرى انتصاراتنا في العاشر من رمضان. النهارده مكتبه الاسكندريه نظمت احتفاليه للتذكير بابطال القوات المسلحه المصريه اللي قدموا اهم واروع واقوى ملحمه في التضحيه والفداء. حرب للعزة والكرامة أولا، حققت النصر مما لا شك فيه، لسه هذا النصر بيدرس حتى هذه اللحظة في الأكاديميات العسكرية وكليات العلوم السياسية في الدنيا. في الإطار ده أعلنت مكتبة الإسكندرية أنه تم وضع 10 مقتنيات للزعيم الراحل محمد أنور السادات رحمة الله عليه في متحفه في مكتبة الإسكندرية، ومن ضمنها جواز السفر ايوه، واللي الدوله الحقيقه بمجهود ولادها تمكنت من استعادته مره تانيه وايداعه في المكتبه. المتحف بيضم مجموعه من اهم مقتنيات الرئيس محمد انور السادات الله يرحمه، ومجموعه من الصور اللي بتوثق حرب اكتوبر، تحطيم خط بارليف اللواء زكي باقي يوسف رحمة الله عليه والرئيس الراحل محمد أنور السادات خلال تواجده في غرفة عمليات الحرب، صور بقى ميدانية من الجبهة وحدث. أنا أدعوكم تروحوا تشوفوا المتحف بالمناسبة في مكتبة اسكندرية في الوقت اللي تقدروا عليه. لحد كده نشوف مع بعض التقرير وبعدين نروح فاصل.
بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، أقامت مكتبة الإسكندرية احتفالية لاستعادة ذاكرة الفخر والاعتزاز بأبطال القوات المسلحة الذين قدموا ملحمة في التضحية والفداء خلال حرب أكتوبر عام 1973. خلال الاحتفالية أشار المشاركون إلى أن العاشر من رمضان سيظل أحد أعظم أيام الوطنية المصرية التي تظل شاهدة على صلابة وصمود الشعب المصري وعبقرية العسكرية المصرية في قهر المستحيل. الاحتفالية ركزت على الجهد اللي بوزل قبل الحرب في التخطيط للحرب، ودي يعني بنبعت لنفسنا من خلالها رسالة هامة جدا، وهي انه مفيش عمل بيتعمل وينجح الا لما يبقى مخطط، ومفيش عمل بيتعمل وبينجح الا لما يبقى فيه وراه جهد كبير جدا. الاحتفالية شهدت وضع 10 مقتنيات للرئيس الاسبق محمد انور السادات في متحفه داخل مكتبة الاسكندرية، من ضمنها جواز السفر الخاص بالرئيس الراحل الذي استطاعت مصر استعادته وإيداعه في مكتبة الإسكندرية. كان عندنا خبر جميل جدا، وهو أنه جواز السفر الخاص بالرئيس السادات الذي أعلن عن من شهر كده أنه هو فقد ويتم تداوله بين التجار المقتنيات في أمريكا. هذا الجواز طبعا لم يكن من ضمن مقتنيات المتحف الموجود في المكتبة، وإحنا عملنا إعلان ساعتها وعملنا بيان، ويعني قلنا أنه هو ما كانش موجود، بس طبعا الأجهزة لم تصمت، ويعني بتوجيهات من فخامة الرئيس وحركة سريعة جدا من الأجهزة تم إرجاع هذا الجواز. وإحنا كان من ضمن الاحتفالية النهاردة أن إحنا خدنا هذا الجواز من الأجهزة ووضعناه في المكان الذي يليق به في المكتبة. يضم المتحف أهم مقتنيات الرئيس الراحل ومجموعة من الأوراق والملاحظات التي دونها من خطة الحرب والخداع، ومجموعة من الصور التي توثق حرب أكتوبر وتحطيم خط برليف. ويأتي متحف السادات بمكتبة الإسكندرية في إطار توثيق المكتبة لتاريخ مصر الحديث والمعاصر، حيث تم تخصيص جناح كامل له بجوار القبة السماوية، ويقع على مساحة 260 متر. بقولك يا رافض. يا فندم. عينك على المزرعة التالتة، لو حصل أي تحرك أو شفت أي حاجة تبلغني على طول. تمام سيادتك فندم. جاهزين يا رجالة؟ جاهزين يا فندم. اللهم إني أحتسب هذا العمل عندك. اللهم إني أحتسب هذا العمل عندك. فاكتبه اللهم لي في ميزان حسناتي. فاجعله في ميزان حسناتي. وأشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمد رسول الله. وأشهد أن محمد رسول الله. كلمة عليها نحيا. كلمة عليها نحيا. وعليها نموت. وعليها نموت. وبها نجاهد في سبيل الله. وبها نجاهد في سبيل الله. وعليها نلقى الله. وعليها نلقى الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أنت عارف إحنا أغلبنا في جمهورية مصر العربية ما شفناش حروب يعني، لكن الحرب حصلت وإحنا موجودين في بيوتنا. كان الجيش المصري بيقوم بمجموعة مذهلة من الملاحم والبطولات المستمرة دون انقطاع، دون انقطاع 10 سنين تقريبا، 10 سنين. المبهر في الموضوع إن إحنا في الداخل المصري إحنا ما حسناش، وده شيء مبهر وعظيم، إنه جيشك كان بيحارب وبيحميك وفي نفس الوقت أنت مش حاسس وحياتك ماشية بشكل طبيعي وعادي، بل بالعكس، وعجلة تنمية وعجلة اقتصاد وشغل وتعليم وفسح وكل حاجة. فلما تيجي تشوف على سبيل المثال مسلسلاتنا الملحمية اللي أنا بحب أنها تبقى كتير قدر الإمكان، تشوف السنة دي مثلا الكتيبة 101،
معانا على التليفون مؤلف الكتيبه 101 اياد صالح. ازيك يا اياد؟ ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ كله كويس الحمد لله. اياد صححني لو انا غلطان، الاعمال الملحميه والبطوليه دي بيبقى فيها صعوبه شديده في الكتابه والسرديه بتاعتها، لانه اظن، وصححني بقى ده انا باخد رايك فيه، انت واقع ما بين شقي الراحه، الملحمه والبطوله والبعد الانساني بتاع ابطال العمل. طبعا بتقدر انك تؤلف ما بينهما ازاي؟ مش بس التاليف اي الكتابه، ولكن انك تؤلف ما بين القلبين لو صح التعبير، القلب الملحمي والقلب الانساني. طبعا الصعوبه الكبيره في النوع ده من الاعمال ليها علاقه بفكره ان انت بتتعامل مع جزء حقيقي جدا، احداث حقيقيه حصلت على مدى زمني طويل. لو احنا بنتكلم على القطاع 101 في شمال سيناء، فهو الحرب على الارهاب بدأ من 2011 لحد قريب، وبالتالي انت عندك قصص كتير جدا جدا حقيقيه، عمليات كتير جدا حقيقيه، ابطال كتير حقيقيين، عشان تحكي حكايه المعارك اللي خاضوها والعمليات اللي خاضوها ده صعب. كمان عايز تحكي ازاي الحياه نفسها كانت الحياه الطبيعيه، حياتهم هم الحياه الطبيعيه وحياه اهالي سينا في الوقت ده، فانك تعرف تحول القصه دي لعمل درامي الناس تتفرج عليه وتتفاعل معاه، ده مجهود كبير وفي صعوبه ان انت ازاي تبقى بتتعامل معاه بدقه شديده عشان كل حاجه المفروض انها تكون موزونه بشكل واضح. انت بالتاكيد قريت حاجات كتير جدا من وثائق القوات المسلحه، اكيد اطلعت على فيديوهات كتير، صور حقيقيه، مشاهد حقيقيه تم تصويرها في بعض الاماكن ولبعض الاحداث، مش كده؟ طبعا طبعا انا طبعا، لانه كل يعني كل شيء تم هو موثق موجود بالصور بالفيديوهات بالناس اللي شاركوا فيه اللي ما زالوا في الخدمه واللي خارج الخدمه، يعني كل حاجه موجوده، يعني كل حاجه موجوده موثقه. قبل هذا الاطلاع حقيقي، ده سؤال بجد يعني، هل كانت تصوراتك عن الحرب الارهاب عن الحرب على الارهاب قبل اطلاعك على كل ده هي نفس تصوراتك فيما بعد الاطلاع؟ الفارق كان حجمه قد ايه؟ الفرق كان كبير. خليني اقول لك الحقيقه، هو طبعا انا كنت مدرك انه في حرب على الارهاب في سيناء، بس بعد ما ابتديت اشتغل على العمل ابتديت اشعر انه ايه، هو احنا عشنا الحرب بس ما حسيناش بيها. صح، يعني هي حرب حقيقيه، حرب 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 فيها تخطيط وعمليات وقوات وصعوبه كبيره جدا جدا جدا، احنا ما كناش شايفينها بالشكل ده. احنا كان عارف تخيلك كان بيبقى شبه التخيل العمليات الارهابيه اللي بتحدث في العاصمه. فاهم؟ فاللي هو في عمليه ارهابيه حصلت في سيناء، لكن هي مش عمليه ارهابيه، هي حرب. وبالتالي الحاجه اللي انا كان نفسي انها تكون اكتر شيء واضح في مسلسل الكتيبه، كان بيتفق معايا في ده المخرج محمد سلامه، هي فكره ازاي هننقل للناس انه كان في حرب بتحصل في سيناء على مدى سنين كتير، شارك فيها ناس كتير، احنا محتاجين ان احنا نقدمها للناس عشان يشوفوها ازاي هي كانت بتحصل، بالاضافه انه في تحدي خاص للحرب دي، انها حرب بتحصل في وسط اهالي سيناء، بمعنى انه في تحدي كبير عند القوات المسلحه في الحرب دي لاستهداف العناصر الارهابيه خلاص من غير ما يحصل اي ضرر للاهالي، لان العناصر دي بتحتمي في وسط الاهالي. صح صح. اياد انا عايز اشكرك جدا على هذا المسلسل وعلى هذه الكتابه وعلى ابراز كل النقط دي ما بين الملحمه وما بين الانسان، حقيقي اشكرك جدا 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 يا اياد، وبالتوفيق طول الوقت. كل الشكر كل الشكر. انا بشكرك جدا جدا جدا، وبتمنى يعني انه العمل يعني يلاقي النجاح، وانه الناس تكون تتفاعل معاه وتشوف كل الاحداث اللي حصلت فيه. لا هو لقى النجاح خلاص، اطمن على الحته دي. الحمد لله. انا بشكرك جدا يا زياد، الف الف يا اياد، انا اسف، كل الشكر ليك اياد صالح مؤلفنا. قبل ما اختم يا جماعه، انتوا عارفين
جزء كبير جدا من إثراء المكتبة الأدبية لأي شعب ولأي دولة ولثقافته هي أدب الحرب. الحرب بقدر ما هي شيء مر وصعب وكريه، بقدر ما أحيانا بتجد فيها جوانب بتساعد على النمو الوجداني والعقلي ونمو الوعي لدى الشعوب عن طريق أدب الحرب. المؤلفين والمبدعين المصريين لا تتركوا أبدا كل ما تعرفونه وكل ما تستطيعون الوصول ليه حول الحرب المصرية على الإرهاب تقريبا لمدة 10 سنين، لا تتركوه وألفوا في أدب الحرب، املوا المكتبة الأدبية المصرية بأدب الحرب. كما سبق لجيل كتب عن الحرب في 73، كتب عن الحرب في حرب الاستنزاف، كتب عن 48، كتب عن 56. في ايدينا احنا الجيل بتاعي ده والجيل الاصغر شوية ان هم في ايديهم يثروا المكتبة المصرية بل والعربية بجانب كبير وهام من ادب الحرب. اطلقوا العنان لاقلامكم ولابداعكم الذاتي. كل الشكر لكل من يشاهدنا، والكلام طبعا ما خلصش، لسه هنكمل الكلام بكرة إن شاء الله لو كلنا العمر وفي نفس الميعاد وبرنامجكم التاسعة. سلامات.